السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى ثانوي وآخر يونت النهاردة ليكم في المنهج بتاعكم الترم الأولاني سنة 2021 يونت 4 أدوات الذكر والمعرفة اللي هم آ والآ وزاب. وساعات يقول لي اختار الآ ولا الآن ولا زاب ولا نو أرتكل. إمتى نحط آ؟ إمتى نحط آن؟ إمتى نحط زا؟ إمتى نحط نو أرتكل؟ ده نعرفه دلوقتي على طول. بص معايا السبورة قبل ما نبدأ في الدرس بتاعنا، مش هوصيكم طبعا يا ريت تشاروا القناة بتاعتنا على طول أول بأول، يا ريت تدوسوا لايك على الإيه في الدرس بتاعنا. الفرق بين آن وآن وزا ونو أرتكل، أول حاجة ناخد الأول آن وبعد كده ناخد الزا لوحديها. الأول لازم شايفينها بتيجي مع أي كلمة مفرد، يعني استحالة تيجي مع الجمع. ما أقدرش أقول أبويز، غلط، لازم أقول مفرد بس. أبوي، أجير، أتشير، أتيتشر، عادي جدا. طب الفرق بين الآ والآن؟ الآ بتيجي مع أي كلمة مفرد بتبدأ بحرف إيه؟ ساكن. والآن مع أي كلمة مفرد بتبدأ بحرف متحرك، يبقى لازم أعرف إيه الحروف الساكنة والحروف مين؟ المتحركة. الحروف الساكنة اللي هما في الإنجليزي كم حرف عندنا؟ حد يعرف؟ عارفين؟ طب ماشي، في 16 حرف منهم 5 متحركين، هما الـ A والـ I والـ O والـ U، دول بياخدوا آن، باقي الحروف كلها بتاخد إيه؟ آن. أي حرف ساكن زي الـ S والـ M والـ N والـ R والحاجات دي تاخد مين؟ آن. أي حرف متحرك زي الـ A والـ I والـ A والـ I والـ E والـ O والـ U بياخد مين؟ آن. حسب الكلمة يعني باخد أو آن، لو كان ثابت باخد آن، لو متحرك باخد مين؟ آن. زي الكلمات دي أ دكتور أ بوي أ تيتشر، خدنا الـ A هنا عشان كلهم حروف إيه ساكنة، لو حرف مين هنا أهو؟ الـ D. وده حرف الايه وده حرف مين؟ التي. طيب الان تيجي مع الكلمه اللي بتبدا بحرف ايه متحرك زي كلمه ابل، زي كلمه اورنج، زي كلمه امبريلا، ادي حرف الايه وادي حرف هنا مين؟ الاو، وادي حرف اليو، دي حروف متحركه فبناخد معاها يا اما ايه يا اما مين؟ ان. الان مع الساكن زي ما قلنا، الان مع الساكن والان مع المتحرك. ليه خدنا هنا ان مع ابل واورنج؟ الحروف متحركه في اول الكلمه، لكن مش شرط يكون الكلمه مفرد ولا جمع. ممتازين، مفرد ما تكونش جمع خالص. ما اقدرش اقول ابويز اجيرلز اتشيرز اي ابلز، مش ممكن خالص. ان ابلز مش ممكن، لازم اقول ان ابل واحده، ان امبريلا واحده، ابوي اجير اتيتشر، لازم تكون مفرد مش جمع، تمام كده؟ طيب ما تجيش مع الكميه برضه، ما تقدرش اقول اووتر لان الميه برضه هنا ما بتعدش، ما تقدرش اقول اتي الشاي ما بتعدش، ما تقدرش اقول ايوس ده ما بتعدش، الحاجات اللي بتعد بس بناخد معايا اما اي اما مين؟ ان. امتى اخد او اي بقى قبل الكلمه؟ تقول لي مع الاسم المفرد اللي زي كلمه عدس مولدها، اي كلمه اقدر اعدها زي بوي بعده، ولد اثنين ثلاثه، بن اثنين ثلاثه، تشير اثنين ثلاثه، دي بتاخد اي اما ان، ابوي اتشير اتيتشر ادكتور انيرس كده. طيب تيجي مع الوظائف والمهن، اي وظيفه؟ اي وظيفه لازم اقول ا دكتور، ا تيتشر، ان انجينير، ان نيرس، ا فارمر، ان اوفيسر، اي وظيفه تاخد عليها يا اما ان، بس شرط تكون ايه برضه؟ مفرد. ما تقدرش تقول اوفيسرز تيتشرز، حد ما تاخدش حاجه خالص، في حاجات تاخد نو ارتكل. انا بتكلم عن حاجات بتاخد او ان، لازم تكون مفرد، بدي بقول هو مفرد، ا تيتشر، ا دكتور، لكن لو بقول دكتورز يبقى نو ارتكل، تيتشرز يبقى نو ارتكل، لكن لو ا تيتشر واحد يبقى مدرس، تمام؟ ا دكتور يبقى مفرد واحد بناخد ا، تمام كده؟ اسماء بعض الامراض، ايه الامراض زي دلوقتي عندي اكول نزل برد، عندي اهيدك عندي صداع، عندي استومك الم في المعده، يبقى دي كلها عباره امراض بحط قبلها يا اما ا يا اما ان حسب الثابت وحسب مين؟ المتحرك. تيجي برضه مع الصفه اذا كان وراها موصوف، يعني الصفه اذا كان وراها موصوف؟ الاول الصفه ما تاخدش حاجه، يعني نقول مثلا هي از تول نو ارتكل، هي از شورت او شي از شورت نو ارتكل، ذيس ستوري از اكسايتنج نو ارتكل، مفيش حاجه خالص. لكن لو قلت جمله زي كده هي از ا تول بوي، ليه حطينا ا مع تول هنا؟ عشان وراها كلمه بوي، الصفه تول وراها موصوف تول بوي، تول بوي نقول ا تول بوي، ا شورت جير، ا شورت جير، ان اكسايتنج ستوري، ان اكسايتنج ستوري صفه وراها موصوف، ان دينجرس انيمال، ان اكسبنسيف كار، ان انترستنج ستوري، ا فات بوي، ا تول بوي، ا سترونج وومن، وهكذا. الصفه اذا كان وراها موصوف بنحط يا اما ا يا اما ان برضه حسب السبب وحسب مين؟ المتحرك. يبقى تيجي مع مين كده؟ اسم المفرد اللي بعده، اسماء الوظائف والمهن، بعض الامراض اذا كان وراها مين؟ الصفه اذا كان وراها مين؟ موصوف. قبل اسم يذكر لاول مره، يعني اسم يذكر لاول مره؟ ساعتها لك انا ماشي امبارح اي سؤال شفت كلب، انا ماشي شفت كذا، اي حاجه بقولها اول مره تاخد ايه، لو كررناها هتاخد ايه؟ ازاي؟ ودي هنشرحها في ازاي هنا. طيب تعبيرات خاصه بالارقام، ايه الارقام دول؟ اللي هم 100 100 مليون مليون 1000 1000 2000 دسته دسته نقول ايه، دي بتاخد معايا اما ايه او ايه، بس الارقام كلها 100 مليون 1000 بتاخد ايه قبليها على طول، وحتى الدسته تاخد مين؟ ايه. التعبيرات الخاصه بالسمن والسرعه، يعني ايه السمن والسرعه؟ لما انا اشتريت البرتقال ده ب 5 جنيه للكيلو الواحد، ولا زي الكيلو دي نقول 5 باوندز ا كيلو، بشرب شاي 3 مرات في اليوم، لا الزاويه دي 3 تايمز ا داي في اليوم،
5 تايمز بلعب كوره 5 تايمز ا مانث في الشهر، بسافر مرتين في السنه توايس ها اي يير. ما دام قال لي كام في السنه كام في اليوم بنحط معاها كلمه مين اهو ا تنفع معانا كلمه ثانيه؟ تنفع مثلا بنقول بير كيلو بير كيلو بير داي في اليوم الواحد بير ويك في الاسبوع الواحد. كلمه بير دي هي هي كلمه مين؟ ا ويك في الاسبوع ا مانث في الشهر اي يير في السنه. بتعمل كام كذا حاجه فين في الاسبوع ولا في اليوم في الشهر؟ بنقول ا ويك هي هي بير ويك ا مانث يبقى بير مانث هي هي بالظبط ها هي هي كلمه مين؟ بير. ودي استخدامات الاول اهي 7 استخدامات دورهم ثاني او 6 استخدامات دورهم ثاني اسم نذكر للمره الاولى تمام كده او اسم يمكن ان الوظائف والمهن بعض الامراض السكتس بس كم رقم موصول رقم 4 ودي رقم كام؟ 5 ودي رقم كام؟ 6 ودي رقم كام؟ 7 اللي تعمل خاصه بالسبب من ايه؟ والسرعه. طب في مشكله عندي في حرف اليو ليه؟ حرف اليو من الحروف المتحركه شايفينه بياخد مين؟ ان لكن ساعات حرف اليو بياخد ان. الله ازاي يا مستر بيه؟ ده حرف متحرك المفروض ياخد مين؟ ان. باخد ا ولا ان معاه؟ بقول لك بص معايا اليو حسب النطق بتاعه ايه احسب اليو؟ لو نطقت حرف اليو نطقته ان زي دي امبريلا وزي دي اقي وارجنت شايف هنا امبريلا اقلي ارجنت فهل نقول ايه بقى ان امبريلا ان اقلي ان ارجنت تاسك صفه موصوف ان اقلي جير ان ارجنت تاسك مهمه مستعجله بنت قبيحه ان امبريلا شمسيه دي نطقها هنا ايه ان خدت معاها مين ان ما اقدرش اقول امبريلا اقلي حتى نطق غلط ما تبقاش اقلي ورا بعضيها نقول ايه ان اقلي جير ان كذا فاهم حسب النطق. طب لو نطقته يوزر هو زي يونيفرست هنا منطوق يو يونيفورم يوروبيان حرف هنا سايلنت اي نقول هنا بقى اي يونيفرستي اي يونيفورم اي يوروبيان تريب رحله اوروبيه هنا منطوق يو منطوق مين؟ يو في حاله نطقت يو ياخد معايا ان زي ايونيك ما اقدرش اقول ان يونيفرستي حتى غلط نقول ان يونيفرستي ان يونيفورم غلط نقول ايه؟ ايونيفرستي على طول ده حسب النطق بتاعه اذا اليو لو نطقته ان هياخد مين؟ ان اذا نطقت يو هياخد مين؟ ان. في مشكله ثانيه؟ في مشكله ثانيه في الحروف الاول ان هي في كلمات بتبدا بحرف ساكن وتاخد ان ازاي دي؟ زي كلمه اس ام اس يا مستر حرف الاس حرف ساكن ازاي ياخد ان؟ هقول لك ليه ياخد ان؟ لان اس لما انطقها بقول اس اي اس حرف الاي منطوق الاول بس مش مكتوب اس ايه تاني؟ اكس اكس فنقول هنا ايه؟ ان اس ام اس ان اكس ان اس ساوند اس لان حرف الاس بنطقه زي ما بعتبره كده بعتبره اس ان اس ام اس ان اس ساوند ان اكس ريز بعتبرها كده بس هي ما بتمشي كده طبعا فما بحطش ايه بنقول ايه ان اس اس الثلاث كلمات دول مهمين جدا تبقى عارفهم ما بياخدوش ايه ما اقدرش اقول اس ام اس ما اقدرش اقول اكس ريز غلط حتى اكس ما بيجيش يعني لازم اقول ان اكس ريز ان اس ام اس وان اس مين ساوند ودي كلمات خلي بالنا منها سواء حرف اليو او حرف ثابت بياخد مين هاندل معكوسين شويه تمام كده يبقى احنا خدنا دلوقتي الا ومين والان هنخش بقى على الذات امتى اخد ذات امتى احط ذات 14 واحده تاخد ذات يا لهوي 14 اه 14 ايه اول واحده اسم يذكر للمره الثانيه احنا هنا قلنا اسم يذكر للمره الاولى بياخد مين ان لو كررته ياخد ايه ذات امبارح شفت امان قالوا زمان ده عمل كذا 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 امبارح شفت اومن امراه زمان المره دي عمل كذا وكذا 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 امبارح انا شفت مثلا فيلم الفيلم ده كان فيه كذا وكذا وكذا فلما تكرر معايا في نفس الجمله يبقى ناخد على طول ايه ذات دي اول واحده سهله تاني اثنين اسم موجود في الدنيا كشيء واحد في حاجات موجوده في الدنيا كشيء واحد زي مين ذا سن الشمس ذا مون القمر ذا سكاي السماء اي ذات ذا مون ذا سكاي ذا ايه سن ناخد معاها على طول ذات مفيش غيرها حاجه واحده فين في الدنيا رقم ثلاثه الاسم يدل على فصيله دي صعبه جدا تعرفها يعني فصيله او نوع الحيوانات عموما ساعات تاخد ا وساعات تاخد ز ساعات نقط كده هيقول لك يا مستر طب هما الثلاثه بياخدوا خليك هنا في الاخر خليك معايا بقى لاخر الفيديو عشان تعرف امتى تاخد ا وز ونو ارتكل بس دلوقتي انا بتكلم على مين ازاي لما اتكلم على الكلب او الاسد او الفيل كفصيله من فصائل الحيوانات يعني ايه؟ اقول لك رايت ا باراجراف اكتب باراجراف اباوت عن ذا لايون الاسد فتقول لي ذا لايون الاسد بيعمل كذا وكذا وذا لايون ايتس كذا وذا لايون دول كذا لازم ازاي ازاي بتتكلم عليه كفصيله هو بس من دون الحيوانات كلها زي دوك الكلب بيعمل ايه؟ يقول لك الكلب دوره كذا والكلب لونه كذا وبياكل كذا والكلب اسود بتكلم على الكلب كفصيله مش بتكلم على باقي الحيوانات بتكلم عليها هو بس لكن ممكن اقول اي سؤال دوك انا شفت كلب امبارح اي كلب ولا قلت لك لونه ايه؟ ولا شكله ايه؟ ولا بيعمل ايه؟ ولا اي حاجه بتكلم على اي كلب خلاص يبقى في الحاله دي ناخد معاه ايه؟ لكن لو اتكلم عن اتكلمت عليه كنوع من انواع الحيوانات لازم ناخد معاه ايه؟ زي الثلاث حاجات خدناهم دلوقتي اسم اسمه المره الثانيه حاجه موجوده شيء واحد الفصيله والنوع اسماء الانهار والبحار والجبال والكتب المقدسه الانهار والبحار والجبال اي حاجه فيها ميه
انهار بحار محيطات كله ياخد ايه ذات والجبال والكتب المقدسه ليه؟ لان ما فيش غير حاجه واحده طبيعيه كده كده صح؟ ذا نايل نهر النيل ذا ريد سي البحر الاحمر ذا امازون ذا قران الجبال الكتب المقدسه ذا بايبل الانجيل الجبال كلهم ياخدوا ذات ما عدا البحيرات يقول لي مستر اشمعنى يعني؟ اي حاجه فيها ميه تاخد ذات الا البحيرات نقول ليك ناصر ليك فيكتوريا بدون ذات خالص وما عدا جبل ايفرست كل الجبال تاخد ذات الا ايفرست من غير ذات لكن زي ايه هيمالايز تاخد ذات اي جبال الهيمالايز تاخد ذات تمام اي حاجه فيها جبل او ميه زي البحر والمحيط وكده ناخد ذات ما عدا البحيرات وما عدا مين ايفرست خلاص كده رقم خمسه الصفات الحاجه دي نحولها الى جمع اي صفه زي بور فقير نقول ذا بور الفقراء ريتش غني ذا ريتش الاغنياء ديسيبل معاق ذا ديسيبل المعاق اتحولت لجمع بناء عليه ما تاخدش كذا هتاخد ارض كلها منها جمع قبل اجزاء اليوم ايه اجزاء اليوم اللي هم ذا مورنينج الصبح ذا افترنون الظهر وذا ايفنينج صح كده ما عدا كلمه نايت نقول ايه ات نايت يعني كلهم ياخدوا ذا الا نايت نقول ات نايت نقول رحت المدرسه ان ذا مورنينج اتغديت ان ذا افترنون اتعشيت ان ذا ايفنينج لكن اقول لك شفت الفيلم ات نايت الوحده تاخد من غير ذا خلاص كده طيب يبقى لحد كام واحده كده ها سته ايه هو اسم يذكر للمره الثانيه اسم محمود كاشف مين واحد ايه تاني الاسم دول على فصيله او نوع اسماء البحار والنهار والكتب المقدسه ايه تاني الصفات تتحول الى جمع قبل اجزاء جسم مين الانسان نخش على ايه اخر حاجه في مين ازاي بتيجي مع مين ازاي بتاعتنا ازاي بتاعتنا بتيجي مع مين تاني رقم سبعه اجزاء جسم الانسان مين اجزاء جسم الانسان دي ذا برين المخ ها ايه تاني ذا ليفر الكبد وهكذا ايه تاني ذا كدني الكليه وهكذا اجزاء جسم الانسان كلها تاخد ازاي الجنسيات ذا فرنش الفرنسيين ذا بريتش البريطانيين ذا ايجيبشن المصريين دي جمع برضه ذا بريتش البريطانيين ذا فرنش الفرنسيين وهكذا قبل هذه الكلمه الكلمه لازم تاخد ازاي ذا سينما وذا ثياتر وذا بارتي وذا كونسرت معناها الحفله سينما السينما ذا ثياتر المسرح لازم تاخد برضه ايه ذا ايه تاني عند المقارنه بين اكثر من اثنين يعني اكثر من اثنين رد رد اطول واحد ها ذا تولست اقصر واحد ذا شورت تيست اخر واحد ذا فات تيست طب ذا موست بيوتيفول صح اجمل واحده ذا موست دينجرس اخطر حيوان ذا موست اكسبنسيف اغلى عربيه بدل ما اقارن بين اكثر من اثنين لازم احط مين ذا مع هذا التعبير ايه التعبير؟ لما نقول وان اوف ذا يعني وان اوف ذا يقول لك مصر واحده وان اوف ذا موست كذا وان اوف ذا تولست واحد من اطول الولاد وان اوف ذا شورتست كيدز من اقصر البنات وان اوف ذا موست دينجرس من اخطر الحيوانات يعني وان اوف يبقى عضو مقارن يا اما التعبير ذا اوف يعني التعبير يقول مثلا ايه ذا كابيتال اوف ايجيبت عاصمه مصر ذا مينستر اوف اديوكيشن وزاره التربيه والتعليم كده لما الاقي ذا اوف لازم احط ذا ما اخدش ايه ذا مينستر اوف تمام ايه تاني مع الدول اذا كانت مختصره يعني الدول اذا كانت مختصره ايجيبت نو ارتكل امريكا نو ارتكل فرنسا نو ارتكل جيرماني نو ارتكل ما نحطش حاجه خاصه باي دوله لكن لو قلت لك ها اي ار اي اللي هي جمهوريه مصر العربيه اللي هي ارب ريبابليك في لازم احط مين ذا امريكا نو ارتكل ما نحطش حاجه خالص لكن لو قلت يو اس اي لازم تاخد ايه ذا دي مختصره اختصار امريكا يو اس اي او انك فهمتها بالطريقه دي برضه تاخد ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا ارب ريبابليك في لازم تاخد ايه برضه ذا يعني لو اتكتبت كتابه كده ارب ريبابليك اوف ايه تاخد ذا يو اس اي تاخد ذا زي يونايتد ستيتس اوف امريكا تاخد ذا لكن لو قلت امريكا بس ايجيبت بس نو ارتكل ما نحطش حاجه خالص تمام عند التحدث عن اشياء معينه عن اشياء معينه يعني بقول لك الماتش اللي حضرته امبارح كان حلو جدا الاكل اللي كانت في المطعم امبارح كان جميل جدا السرير اللي شفته الناس تاخد ايه ازاي اللي بتكلم عن حاجه متحدده متحدده يعني بتكلم عن حاجه معينه بقول لك الماتش اللي حضرته مش بتكلم عن اي ماتش على ماتش امبارح السرير اللي اشتريته امبارح مش بتكلم عن اي سرير ده السرير اللي اشتريته ايه امبارح تاخد ايه برضه هنا ازاي انت التعبير كلما كلما انت التعبير كلما كلما ده تعبير غريب شويه وشكله غريب كده ومريب يعني لما يقول لي ذا مور يو ايت كل ما تاكل اكتر كل ما تاكل اكتر ها ذا فاتر يو ويل بي هتقول لي ازاي يا مستر ازاي في المقارنه واخدين احنا تاخد موست وازاي تاخد اس بي ذا فاتست ذا تولست ذا سنانه هي اساسا ذا تولست ذا شورتست ذا موست ليه خدت مور هنا؟ ده تعبير اسمه كلما كلما ذا مور يو ايت كل ما تاكل اكتر ذا فاتر يو ويل بي كل ما هتبقى تخين اكتر صح؟ ايه تاني؟ ذا مور يو ريد كل ما تقرا اكتر ها ذا مور نولج كل ما يبقى عندك معلومات اكتر صح كده؟ ايه تاني؟ ذا مور يو ستادي كل ما تذاكر اكتر ذا مور يو ستادي كل ما هتنجح اكتر يبقى عندك هتبقى فرصه النجاح عندك اكتر. ده اسمه ذا مور ذا مور او ذا اي ار عادي جدا. ده اسمه كلما كلما. خلينا خدنا 14 واحده تيجي مع مين؟ مع ازاي نقولهم تاني بسرعه. اسم ها يذكر للمره ايه؟ الثانيه ممتازين. اثنين ايه حاجه تذكر المره الثانيه ها؟ قولوا مع بعض. الا
الاسم يدل على فصيله او نوع زي الدب الكلب والكلب بيتكلم عن حاجه محدده في الحيوانات. ايه تاني؟ الصفات اذا كان وراها مين؟ ها؟ اذا كان الصفه تيجي قبلها زي وتحولها لجمع، تقول زي ريتش الاغنياء، زبور الفقراء. ايه تاني؟ ها؟ اسماء الانهار والبحار والجبال والكتب المقدسه ما عدا البحيرات زي ذا نايل، ذا ريد سي وهكذا، زي ذا اتلانتيك اوشن، ذا باسيفيك اوشن، ذا انديان اوشن، ذا امازون، ذا هيمالايز ما عدا ايفرست وما عدا البحيرات ليك ناصر ليك ما تاخدش مين؟ زي ايه تاني؟ ها؟ معايا قول معايا فكروني ها؟ اجزاء اليوم بتاع ذا مورنينج وذا افتر نون وذا ايفنينج ما عدا ايه؟ نايل. تمام. ايه تاني يا مستر؟ الجنسيات من ذا فرنش الفرنسيين وذا بريتش البريطانيين وذا ايجيبشن المصريين. ايه تاني؟ الشيء ما كنت شيء واحد في الدنيا زي ذا سان وذا مون وذا سكاي. تمام. ايه تاني؟ ها؟ المقارنه بين الصفات زي تولست ذا شورتست. تمام. ايه تاني؟ كلمه ذا سينما وذا ثياتر وذا بارتي وذا كونسرت. تمام. مع التعبير وان اوف ذا، يعني وان اوف ذا واحد من، يا اما ذا كذا وكذا، ذا كذا ده في ايه؟ ده كله ياخد ايه؟ ذا. ايه تاني؟ اعضاء جسم الانسان ذا برين المخ، ذا ليفر الكبد، ذا هيرت القلب وهكذا، كله ياخد ايه؟ ذا. ايه تاني؟ ها؟ الدول اذا كانت مختصره اي ذا اي ار اي او يو اس اي او يونايتد كينجدم ناخد ذا، ولو كتب كتابه ذا يو اس اي او يونايتد ستيتس امريكا لازم تاخد برضه ايه؟ ذا. ايه تاني؟ التحدث عن اشياء معينه مهمه جدا، التعبير عن حاجه بتكلم عنها محدده مش اي حاجه خلاص، لازم اخد معاها مين؟ ذا. واخر حاجه التعبير كل ما مين؟ كل ما هي زاموري وايت زاموري وكذا، ذا فاتر ذا ايت ذا تولر ذا شوتر، تاخد معاها كل ما هي كل ما. اخر حاجه في الدرس هشرحها ان ساعات سكول اقول اي جوت سكول، ساعات اقول ذا سكول، امتى اقول سكول ذا سكول، امتى اقول هوسبيتال اقول ذا هوسبيتال، امتى اقول بريزون سيت اقول ذا بريزون. بيقول لي ذا في المدرسه للغرض المعد لها، يعني الغرض المعد لها؟ يعني بروح المدرسه عشان ايه؟ اتعلم. صح؟ بروح المستشفى عشان ايه؟ اتعلم. في الحاجة ما احطش حاجة معايا اقول اي جو تو سكول، اي جو تو هوسبيتال، بروح السجن بتسجن يبقى اي جو تو بريزون، خلاص كده؟ ده من غير ولا ايه ولا ايه ولا زين. لكن لو رايح بغرض تاني، يعني بغرض تاني مثلا ازور واحد، اسال على واحد هناك، فالحاجة يقول له زين، يقول له اي جو تو ها ذا سكول المدرسة، زي الجملة دي ها اي جو تو نقط تو ليه عشان اتعلم، فالحاجة هناخد مين سكول، ليه عشان رايح هناك اتعلم، بروح المدرسة واتعلم فيها صح؟ لكن لو قلت اي جو تو ذا سكول انا رحت المدرسة ها تو اصل عشان اسال اباوت ماي سان، انا مش هروح اتعلم هناك، انا هسال على ابني شوف كويس ولا وحش مستواه هناك، يبقى الحاجه هناخد مين؟ ذا سكول، ليه ذا سكول يا مستر؟ عشان رايح لغرض تاني مش اتعلم خالص، تاني مستشفى اي جو تو هوسبيتال رايح مستشفى هناك ليه؟ تو بيت عشان اتعلم صح؟ لكن لو قلت اي جو تو ذا هوسبيتال رايح المستشفى تو فيزيت ازور ماي فريند هناك، يبقى انا رايح هناك مش رايح اتعلم، انا رايح ازور واحد صاحبي صاحب عيان، فهل ما ناخدش مين؟ ها؟ ما ناخدش معاها اول علم ناخد على طول ذا لان رايح لغرض تاني غير الزياره، فهمناها ديت؟ اركز على معلومتين في الدرس ده، حرف ليه مهم جدا، الاس ام اس والاكس رايز حاجه مهمه جدا، بتاخد ام برضه لو بعدها اس تاخد ام ان اكس رايز وان اس ام اس، برضه ليه حرف ليه حسب ضده، لو نطقته ا زي امبريلا نقول ان امبريلا، ان اجلي ان ارجنت، لو نطق يو زي يونيفرستي ويو كده تاخد معاها مين؟ يو بياخد ان، هنا المدرسه والاماكن بتاخد ساعات زي وساعات نو ارتكل، لو تاخد نو ارتكل لما رايح للغرض المعد ليها، يعني راح اتعلم في المدرسه، راح اتسجل في السجن، راح ازور في المستشفى، اروح اتفرج في السينما بتاخد معاها زي، لو مفيش لو رايح لغرض تاني خالص غير الغرض اللي معد ليها باخد معاها مين على طول هنا؟ ذا على طول لان لازم انا رايح اعمل حاجه تانيه غير الغرض اللي معد ليها. دي استخدامات الايه والان مين والذا والحاجات الشاذه بتاعتهم. هناخد دلوقتي نو ارتكل امتى؟ بعد الفاصل او بعد ما نمسح السبوره هنرجع لكم تاني بالجزء التاني امتى ناخد نو ارتكل او ما ناخدش ولا حاجه مع الان ولا الان ولا الزا ما ينفعش امتى؟ وساعات في كلام تاخد ا وذا ونو ارتكل، امتى تاخد ا وامتى تاخد ذا وامتى نو ارتكل؟ طبعا روح في حته تانيه واسمع الفيديو للاخر عشان تعرف ايه اللي هيحصل دلوقتي. ثانك يو. طيب احنا اخدنا يا جماعه دلوقتي الان والان والذا وامتى ناخد ا وان قلناها زي ما عملناها ما ننساش الحاجات دي، الا والان تيجي مع المفرد والمقدار اقدر اعده، ازاي تيجي زي ما قلنا مع 14 حاجه شرحناها من شويه. هناخد دلوقتي امتى احط نو ارتكل، يعني نو ارتكل ما احطش ولا ا ولا ان ولا ذا، بس هي دايما بقى مع ازاي اكتر واحده بتسمى نو ارتكل، امتى ما نحطش ازاي؟ امتى ما احطش ازاي مع الكلمه؟ الحاجات دي طبعا ليها استثناءات بس هناخدها واحده واحده كده امشوا معايا واحده واحده. اول حاجه مع الدول، اي دوله زي ما قلنا ايجيبت ما احطش حاجه خالص، ايه تاني؟ فرنسا ما احطش حاجه خالص، ايه تاني؟ تركي ما احطش حاجه خالص، كلمه ايطالي، كلمه جيرماني، ما فيش ولا دوله نحط عليها حاجه الا اذا كانت مختصره. يعني مختصره زي ما قلنا زي يو اس اي او اي ار اي، دي دول مختصره، مع الدول المختصره بنحط قلنا يا اما ايه؟ ها؟ زي معاها، لكن لو كانت ايجيبت بس، فرنسا بس، اي حاجه زي كده نو ارتكل، تمام؟ دي رقم واحد. اثنين مع الوجبات الغذائيه، بريكفاست الغداء الفطار، لانش الغداء، دينر العشاء او السفر، ما نحطش معاهم حاجه خالص خالص ولا ا ولا ان ولا ز، نقولوا دينر
I have dinner, he has lunch, he has breakfast, هو تنام الفطار أو I eat أو I ate كلت my breakfast كلت الفطار بتاعي ما حطش خالص زي معاها فلما تبعنا بيحط زي وخلاص أي غيرك يلا أي حاجة. رقم ثلاثة مع الجامعة الدكتورز الدكاترة no article teachers no article بتكلم بوجه عام الدكاترة كلهم no article teachers no article nurses الممرضات no article engineers المهندسين no article ما نحطش ولا خالص لا خالص ليه؟ لأن دي الجامعة والجامعة ما احنا قلنا نحط الأول مع المفرد a doctor مع وظائف a teacher a nurse مع المفرد لكن لو قلنا doctors الدكاترة يبقى no article خالص تمام كده؟ طيب الأسماء المجردة والمعنوية إيه الأسماء المجردة؟ الحاجات المعنوية اللي ما اقدرش اشوفها بعيني ولا امسكها بايدي زي life الحياة freedom الحرية honesty الأمانة love الحب hater الكراهية fear الخوف horror الرعب كل الكلمات دي ما تاخدش زيها خالص ليه؟ لأن شيء معنوي ما اقدرش اشوفه ولا امسكه بايدي تمام كده؟ الكميات زي water المية والملك العصير ما تاخدش زيها خالص الحاجات دي خالص tea juice ما اقدرش اقول زي water المية زي tea إيش أقول tea I drink tea he drank tea he drank juice he drank coffee وهكذا دي ما تاخدش زيها خالص. قبل كلمة work وكلمة home I go to work I go home go to work رحت العمل أو I go my home أو I go home ما اقدرش اقول زي home خالص ما فيش حاجة اسمها زي تمام كده. قبل الألعاب الرياضية والمدرسية إيه الألعاب الرياضية زي الفوتبول والباسكتبول والهاندبول والتنس ما اقولش زي فوتبول ما اقدرش اقول زي هاندبول حطوا زي بعض أنا متأكد حضراتكم بتموتوا في الزي بتعشقوها. انت بقى انا عايزك تعمل العكس لما تيجي تحط زي لا ما تحطش الزي لان الزي دي انت تحطها في اي حاجه مع اي حاجه ممكن توصل 50 زي في القطعه في الباراجراف 50 زي 60 عادي جدا انت بتحب الزي خالص انا عايزك تكرهها النهارده. ايه تاني؟ الالعاب اللي زي ما قلناها والمواد الدراسيه انجلش عربيك ماس فيزيكس كيميكس اي ماده دراسيه ما نقدرش اقول زي انجلش او زي عربيك او زي ماس رياضه او هيستوري تاريخ ما نحطش حاجه معاها خالص. ايه تاني؟ مع كلمه بيت بمعنى مكان للنوم كلمه بيت في مشكله فيها ليه؟ بيت ممكن تاخد ايه ممكن تاخد زي وممكن نقول بنت ازاي يا مستر لو قلت ابد امتى استخدم ابد يقول لك امبارح اشتريت ابد اشتريت سرير اي سرير يعني اي سرير اشتريته جبت سرير امبارح خلاص حرام عليك السرير ده ما قلتلكش كله كام عرضه كام اي معلومات عنه اشتريت سرير وخلاص اي سرير لكن لما اقول لك ذا بنت السرير ويتش اي بوت اللي اشتريته امبارح يبقى بتكلم زي ما خدنا ذاتي عند التحدث عن اشياء معينه بتكلم على السرير اللي انا اشتريته امبارح الحاجه دي باخد معاها ايه زي مش بتكلم على اي سرير بتكلم على السرير اللي انا اشتريته امبارح بس سير بتاع امبارح يبقى نقول ايه زي امتى استخدم بيت من غير اه ولا زي عند التحدث عن ايه بمعنى ما كان يقول لك اي جو تو بيت يعني رحت نمت مش رحت سرير رحت هنا معناها ينام يعني جو تو بيت هي ينام سليب يعني مش معناها سرير خالص هنا معناها جو تو بيت رحت نام يبقى لو معناها ينام هناخد بيت لو قلت السرير اللي انا اشتريته امبارح كان مريح السرير اللي انا اشتريته مش كان غالي يبقى هناخد زي اشتريت سرير وخلاص بناخد ايه اه تمام كده. القبله القاب المتبعه باسم اي لقب يعني لقب دكتور فلان مستر فلان كينج فلان بريزدنت فلان بدل ما قلت اسمه بدل ما قلت اسمه ما احطش معاه زي خالص ليه؟ لان ما قلتش انا ممكن اقول اي جو تو ذا دكتور رحت للدكتور صح كده؟ طيب لكن امتى اقول دكتور وما اقولش ذا دكتور؟ ها؟ اقول دكتور احمد يبقى ما احطش ذا مستر محمود ما احطش ذا ايه تاني كينج سلمان ما احطش ذا لكن لو قلت ذا كينج الملك خلاص لو قلت ذا دكتور خلاص يبقى كده صح معايا رحت للدكتور او رحت كذا. طيب قبل البحيرات ما نحطش زي مع البحيرات زي ما قلنا كل البحار والنهار والمحيطات تاخد زي الميه كلها ما عدا البحيرات ممنوع ناخد معاها زي نقول ليك ناصر ليك فيكتوريا ما نحطش معاها ايه؟ زي انت تتحدث بشكل عام بشكل عام دكتورز الدكاتره عموما ما نحطش زي ومن النساء عموما بتعيش اكتر من الرجاله بقى ما نحطش زي انجينيرز والمهندسين بيساعدونا في بناء البلد ما نحطش زي خالص ما فيش زي مع الكلمات دي لانها ايه جامعه. ايه تاني قبل الانشطه ودي مهمه جدا 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 ثلاثة ارباع يقول لك اكتب باراجراف عن الريدنج القراءة هو كاتب له كده اكتب باراجراف عن ريدنج ممكن انت اول جملة يقول لك ايه؟ ذا ريدنج القراءة از فيري امبورتنت ذا ريدنج وتشتغل بقى انت ذا ريدنج ذا ريدنج ورا بعض تريك 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 كله ده غلط 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 ليه؟ ريدنج القراءة الانشطة ما احطش معاها زي خالص ولا دروينج الرسم ولا فيشنج الصيد اي نشاط بعمله ما احطش معاها زي خالص لكن انت بتحط زي طبعا بتقول ذا ريدنج القراءة از فيري يوسفول وذا ريدنج القراءة بتساعدني مع اني كاتب لك في الباراجراف فوق عنوانه كده ريدنج لكن انت غبي بتحط ايه ذا ريدنج ذا هو. طيب قبل فصول السنة ايه فصول السنة؟ وينتر الشتاء تاني سبرينج الربيع سمر الصيف وتاني اوتم الخريف ما نحطش معاهم زي في قاعدة شاذة للموضوع ده كله ايه هو؟ ان الكلمات تلات اربع كلمات دي ممكن تاخد زي هقول لك ليه يعني انت لسه ما تاخدش زي وزي الفل مثلا الوجبات ما تاخدش
بتاخدش زاد، صح؟ الجمع ما ياخدش زاد، الاسماء المعنويه ما بتاخدش زاد، بس كلهم ممكن ياخدوا زاد. ليه يا مستر ما تسال ما ياخدوش زاد؟ امتى ياخدوا زاد؟ اقول لك انا، نتكلم مثلا عن الجمع. بقول دكتور ست الدكاتره نو ارتكل، تمام كده؟ انجينيرز نو ارتكل، تيتشرز المدرسين نو ارتكل. لكن لما اقول لك دكتورز ان ذيس هوستل الدكاتره في هذه المستشفى، يبقى الحاله دي ناخد زاد. ليه يا مستر؟ ان كده خصصتهم، بتكلم عن الدكاتره بتوع المستشفى دي، مش كل الدكاتره في العالم، لا، بتكلم عن الدكاتره اللي شغالين في المستشفى دي. لما اقول لك ذا تيتشرز ان ماي سكول، المدرسين في مدرستي ار فيري كليفر، شاطر جدا، يبقى بتكلم عن المدرسين اللي هم بتوع مين؟ مدرستي انا بس. لكن لو بقول تيتشرز بس، تيتشرز عموما، ما نحطش معاها مين؟ ذا خالص. انجينيرز المهندسين هل بيساعدونا تو بيلد، نعمل او ميك بريدجز، نعمل ايه؟ رودز، الطرق، صح؟ لكن لو قلت لك ذا انجينيرز المهندسين ان ذيس فاكتوري، في هذا المصنع، يبقى بتكلم بوجع. طب كلمه لايف، الحياه، ما نحطش معاها حاجه، صح؟ لايف، الحياه عموما. لكن لو قلت لك ذا لايف اوف ذيس بوي، حياه هذا الولد، ذا فريدم اوف ذيس وومن، حريه هذه المراه تبقى تعتمد على كذا. كده دخلت في كلمه ذا اوف، وزي قلنا احنا من شويه في ابقاء ذا، ان لما الاقي اوف لازم احط معاها ذا كذا اوف كذا، ذا كابيتال اوف اي فاكرينها، وذا فريدم اوف ذيس وومن، او ذا لايف اوف ذيس بوي، حياه هذا الولد ذا ذا. في الحاله دي ذا دي بنحط معاها كلمه ايه؟ اوف. اتحولت كده لحاجه ايه؟ متخصصه، كلمه عن حياه الولد ده، مش الحياه بوجه عام. اذا لو خصصت الكلام، يعني خصصت زي مثلا فصول السنه، انا بروح اسكندريه وانت في الشتاء او في الصيف، صح؟ قلت لك ذا سمر، الصيف اللي انا قضيت في اسكندريه اللي فات كان بتكلم عن الصيف اللي فات بس، يبقى ناخد ايه؟ زين. لو قلت لك ذا بريكفاست، الفطار اللي انا فطرته امبارح كان ديليشس، كان لذيذ، يبقى ناخد ايه؟ زين. بتكلم بعرفه الفطار اللي فطرته امبارح، الصيف اللي انا قضيته السنه اللي فاتت، الاكل لا كده، يبقى لو حد محددها بناخد معاها كلمه مين؟ زين. عادي جدا 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 بناخد معاها زين. امتى اخد زين يا جماعه تاني؟ لو انا محدد الحاجه وبتكلم عليها بوجه مين؟ عام. فبناخد هنا. لكن كل الكلمات دي سواء كانت الدول، الوجبات، الجمع، الاسماء المجرده، الكميه، كلمه هوم وكلمه بنت والالعاب الرياضيه، لا ناخد معاها ذا نهائيا، بنحط نو ارتكل على طول. تمام كده؟ طيب في حاجه ثانيه في الدرس بتاعنا ده صعبه جدا، او يعني تقيله شويه عن اللي موجوده على سنه ثالثه قبل كده، بس جابها لكم انتوا في الثانويه عشان انتوا ناس عمالقه وناس محترمين جدا وناس كلاس 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 وما يعامل معاملة الجمع، ومين مفرد وجمع؟ في كلمات بعملها معاملة، خمس حاجات بعملها معاملة المفرد، يعني بتاخد وراها إز، إز ولا أر؟ إز مفرد، هاز ولا هاف؟ هاز ده مفرد، ووز ولا وير؟ ووز مفرد، تمام؟ تاخد الفعل زائد إس، لأن الإس تيجي مع الهي والشي والإت ده مفرد، الإس تيجي مع الإس، هي وركس، إت وركس، الحاجات دي مفرد، تاخد إس، مش إس الجمع، ده إس الفعل، تمام؟ إرجع معاملة المفرد واحد، هناك كلمات ظاهرها جمع، يعني ظاهرها شكلها جمع، لكن هي مفرد، يعني شكلها جمع. زي كلمة مثلا نيوز، أخبار، يقول لك يا لهوي أخبار جمع، لا دي مفرد حاجة في الإنجليزي. إزاي؟ شكلها جمع أخبار، لكن هي تعمل على مفرد. فرنيتشر، الأساس بتاع المنزل، يقول لك ده أساس، ده جمع، ده جمع أساس، أساس كتير خالص، لا مفرد، ما أقدرش أعد الأساس، أنا بعد الترابيزة، بعد الكرسي، بعد السرير، لكن ما بعدش كلمة فرنيتشر، تاخد إس وراها على طول. كلمة ماني، فلوس، يقول لك الفلوس بنعدها، لا طبعا، احنا بنعد الباوند، يعني نقول 1 باوند، 2 باوند، 3 باوند، ده عدد، لكن كلمة ماني نفسها لا تعد، ما بقولش 1 2 5 فلوس 6 فلوس، لا طبعا، كلمة ماني لا تعد. بريد، العيش، لا بقى العيش بنعد، لا ما بنعدش العيش، احنا بنعد اللوف، الرغيف، بنقول اللوف او بريد، رغيف واحد، لوفز ارغفة، لكن كلمة بريد ما بقولهاش 1 بتاع الفرن، نقول له النبي لو سمحت 5 بريد من عند 5 يضربني والله، يعني مش عايز اقول لك ايه، هيقول لك هيشتمك هيشتمك. انا بقول هنا ايه؟ 5 ها؟ لوز اوف ريد، لكن بريد لا تعد. اللاجج والباجج معناها امتعه، ما اقدرش اعد الامتعه، انا بعد الباج الشنطه، لكن الامتعه نفسها هي تحسها جمع امتعه كتير، لكن طبعا معاملة المفرد. هي للشهر، يقول الشهر بعده، لا، بعده ازاي الشهر ده؟ مش ممكن، لا تعد. طبعا المكرونه والمكرونه برضه ما عندهاش، الرز ما عندها، كل ما عندوش، لكن شكله جمع كتير قدامي، لا يعد. الهير ممكن يعد؟ ممكن يعد في حاله واحده بس. ايه هي؟ لو انت بتشرب كوبايه شاي كده تقول لك ايه ده؟ ايه ده ده؟ there is a hair، هناك شعراية in my teeth، شعراية واحدة كده عدتها، لأن الآن تجمع الحاجات اللي أقدر أعدها، لكن الشعر عموما ده ما أقدرش أعده، يعني لا يعد الشعر، بياخد إز وراها كده. دي أول حاجة، شكلها جمع الكلمات دي، شعر كتير، فرنتشر كتير، أساس المنزل، أخبار، كلها جمع، ظاهرة شكلها جمع، لكن هي تعامل معاملة المفرد. الأسماء المعنوية، إيه الأسماء المعنوية؟ تعامل معاملة المفرد، ما أقدرش أعدها، زي فريدم الحرية، أقدر أعد الحرية، اقدر اعد بيس السلام، وور الحرب، اونستي الامانه، لاف الحب، اقدر اعد الحب، اقدر اعد هيتر الكراهيه، هابينس السعاده، ما اقدرش اعد الحاجات دي،
خالص. لا يمكن لا تعد. سادس الحزن في الخوف، دي لا تعد لان مش هقدر اعد الخوف. اعده ازاي؟ هابنس السعاده عدها ازاي؟ ايه تاني؟ سادس الحزن اعده ازاي؟ كل ما اقدرش اعده يا عم معامله ايه المفروض؟ طب ايه كده عامله مفرد؟ بعض الكلمات فيها اس، يا لهوي اخرها اس، لكن مفرد مين دي؟ كلمه ماس رياضه، نيوز الاخبار، بوليتكس اقدر اعد السياسه؟ هعدها ازاي السياسه؟ السياسه لا تعد، كلمه بوليتكس اخرها اس لكن ما عدهاش شكلها ايه؟ يقول لك اس بجنب بوليتكس، لا طبعا هي اسمها بوليتكس. ايه تاني؟ جينيتكس علم ايه؟ جينيتكس الجينات. ايه تاني؟ ستاتكس علم الاحصاء. ايكونومكس الاقتصاد. فيزكس الفيزياء. الكلمات دي اخرها اس ولكنها تعامل معامله المفرد، يعني ما اقدرش اقول بوليتكس السياسه ار تاخد مين؟ اس. ما اقدرش اقول جينيتكس اللي هي العلم مين؟ الجينات ار برضه ياخد اس، او هاز او ووز ما اقدرش ياخد معاها جمع خالص. كم حاجه جمع كده خدناهم؟ ثلاثه. مين هم؟ ها اول حاجه مين؟ كلمات ظاهره شكلها جمع لكنها مفرد. الحاجات المعنويه مفرد، كلمات اخرها اس ولكنها مفرد. ايه تاني؟ الرياضات. الرياضات الفوتبول لا تعد، ما اقدرش اعدها. اقدر اعد الكوره ولعبت ثلاثه كوره وخمسه سله واثنين دايره؟ لا يمكن، صح كده؟ ايه تاني؟ الانشطه اللي هم الريدنج والدروينج والفيش والحاجات، ما اقدرش اعدها. مش خمسه ريدنج والنبي لو سمحتوا ثلاثه دروينج معاك انت وجاي. انا قاعد على القهوه. ايه يا عم انت اهبل ولا مجنون؟ ايه تاني؟ اللغات. والله انا متعلم ثلاثه انجليزي وخمسه عربي وسته فرنسي. طب غلط، ما اقدرش اعد الانجليزي ولا العربي ولا الفرنسي ولا اي خالص، اي لغه ولا جيرمان ولا اي حاجه. ايه تاني؟ المواد الدراسيه هيستوري تاريخ عربيك انجلش فرنش، دي ما اقدرش اعدها. ما اقدرش اعد الانجليزي، اعده ازاي؟ هتعد. ايه تاني؟ الغازات زي الاكسجين والنيتروجين وهذا كده. السوائل زي التي والووتر والوجبات الغذائيه، ما اقدرش اعد فطار، ما اقدرش امبارح خمسه فطار وثلاثه غدا واثنين شاي. ده كده على القهوه وقت الطلبات، دي لا تعد، تعامل معامله مين؟ المفرد. اخر حاجه دي غريبه جدا جدا هتستغربوها جدا، اللي هي ايه بقى؟ المبالغ الماليه والفترات الزمنيه والمسافات. هذه المبالغ الماليه لو اقول 50,000 باوندز 50,000 جنيه، يقول بس ده 50 ده كتير ده. لا يا حبيبي، 100 مليون جنيه او 100 مليار جنيه. واحد يقول لي تجمع، اقول لك لا دي مفرد تاخد اس. ليه يا عم؟ اللي بتكلم عليه كان مبلغ، يعني مبلغ بقول 50,000 جنيه ده مبلغ واحد مش غيره، مبلغ ياخد اس. طب ايه تاني؟ الفترات الزمنيه 3 اورز 3 ساعات، 5 ويكس 5 اسابيع، 2 ييرز سنتين، 5 مانس 5 شهور، كله ده ياخد اس. واحد يقول لي ازاي وصلت لخمس شهور مره واحده؟ اي بس خمس شهور بتكلم كفترة زمنية، فترة واحدة، الخمس شهور دول هعمل فيهم كذا، والخمس شهور دي هعمل كذا، والثلاث سنين دول هعمل فيهم كذا، والثلاث سنين دي هعمل فيهم كذا. تعامل معاملة المفرد. ايه تاني؟ المسافات، ايه المسافات دي؟ يقول لك 3 كيلو متر، 5 سنتي متر، 6 سنتي، 7 كيلو، 8 كيلو، اس، ده بس كله اس، كله اس، لان بتكلم عليهم كمسافة واحدة، ال 5 كيلو متر دول هنعمل فيهم كذا، وال 5 كيلو دي هنعمل فيهم كذا. اذا عملتها معاملة مين؟ المفرد مش الجمع. مين تاني؟ يبقى كم حاجة تعامل معاملة المفرد كده؟ ها؟ خمس حاجات. مين هم؟ نقولهم تاني بسرعه. اول حاجه الكلمات اللي شكلها جمع زي مين؟ ها زي قلنا نيوز الاخبار في النيتشر الاساس نج بتاع كله ده عمل معامله المفرد مع انه شكله احنا بالعربي ده عليه جمع. ايه تاني؟ الاسماء المعنويه ما اقدرش اعدها تعامل معامله المفرد. تعامل معامله المفرد زي مين؟ فريدم الحريه، لايف الحياه، ديث الموت، هيتر الكراهيه، لاف الحب، اونستي الامانه، كل الكلمات دي. الكلمات اللي اخرها اس زي ماثز وزي كلمه جينيتكس وزي كلمه بوليتكس وزي كلمه ايكونومكس وزي كلمه فيزكس، هي اخرها اس ولكنها مفرد لانها فيزياء، كيمياء، علم الاحصاء، علم الجينات، ده مفرد حتى ما اقدرش اعدها. ايه تاني؟ الانشطه والرياضات واللغات والمواد الدراسيه والسوائل والغازات. شفت انا شاطر ازاي؟ شفت انا شاطر ازاي حفظها؟ يا ريت تبقوا زيي، بدل ما تزيحوا اشطر مني، بس انتوا مش عايزين تبقوا كده، انتوا مش عايزين تذاكروا، عايزين كل حاجه بالسهل. كل حاجه عايزينها بالسهل، احنا مش عايزين ننزل نتعب. اللي بعديها المبالغ الماليه دي اصعب حاجه او اغرب حاجه، غريبه شويه شو مستفزه يعني، يقول لك 3000 جنيه 50000 جنيه ازاي مفرد؟ ازاي تاخد اس؟ خلي بالك ما يعامل مفرد يعني ياخد اس، يعني ياخد وز، يعني ياخد هز، يعني ياخد الفعل زي الاس. يقول لك مثلا 50000 جنيه او 100000 جنيه 200000 جنيه سيمز تبدو عليها هيوج سم اوف ماني، مبلغ من المال. سيمز ليه خدت اس؟ لان ده بتعامل معامله المفرد. يقول لك ال 50000 جنيه دول هلبس هتساعدنا نعمل كذا وكذا. ليه هلبس؟ ما خدش ليه هلبس؟ ليه خدت هلبس هتساعدنا؟ لان هلب بتيجي اسمها مع المفرد، والمبلغ ده بعتبره ات، مبلغ واحد ات في معاملة مين؟ المفرد. ودي كلها كلمات تعامل معاملة ايه؟ المفرد. طب في كلمات دايما جمع؟ عكسها دي بقى، دايما جمع، زي كلمة بوليس جمع، بيبول الناس جمع، جودز البضائع جمع، تروبس القوات جمع، دي دايما جمع، تاخد ار وتاخد هاف، تاخد ايه؟ وير، عكس دول خالص، يعني البوليس لازم ياخد جمع على طول هاف، لازم ياخد هاف وراء او ار. كلمة برضه بيبول الناس، واحد يقول طب ليها مفرد؟ ده ليها مفرد بوليس مان، ودي ليها بيرسون شخص واحد مفرد، لكن هي كده جمع. طب جودز البضاعه لو شفت الاس هتبقى جود، وجود معناها شاطر. ما انا
معلهاش صح؟ هي جودز بضائع تعمل معاملة الجمع. ترو سمبوات برضه عامل معاملة مين الجمع؟ المفروضها كده معلهاش مفرد ترو يعني. تمام؟ في كلام بقى تنفع مفرد وجمع. في كلمات تنفع مفرد ومين؟ وجمع. زي كلمة تيم فريق وزي كلمة جروب مجموعة. طب ازاي مفرد وجمع يعني؟ ناخدهم من الأول مين هم؟ تيم فريق، جروب مجموعة، فاميلي أسرة، جفرمنت الحكومة. كوميتي معناها اللجنة، ستاف هيئة العاملين، نيفي البحرية، كرو طاقم السفينة. لو أنا بتكلم عن التيم الفريق ازاي مفرد وجمع؟ هقول لك انا ايه مفرد وجمع. التيم كفرقه واحده ده مفرد صح كده؟ لو بتكلم عن افراد الفريق اللي هو الفرقه بديها يعني ماي فافورت تيم فريق المفضل ودي اول مره هقولها على الهواء مباشره از الاهلي بكل فخر. انا اهلاوي صميم لحتى النخاع. انا اهلاوي يا جماعه اللي بنتكلم في الفرق طبعا اللي بنتكلم فيها. ماي فافورت تيم فريق المفضل هو مين؟ الاهلي. ده بتكلم على الفرقه بتاعتي. طب بتكلم على اللعيبه اللي هو الاهلي وليد سليمان والجماعه دول كلهم بيلعبوا الماتش بيقول ايه؟ يبقى ماي تيم لعب ما اعرفش ازاي المفروض ولا جامعه ان شاء الله هيديك ماي فافورت تيم فريق المفضل اس ولا ار؟ طبعا هم ده صح اس و ار والحل ات الفرقه عمل كذا كذا ات دي المفروض اللي بناخد مين؟ اس. لما قال ماي فافورت تيم او ماي تيم الفريق بتاعي عمل اس ولا ار والحل زي هم وين فازوا ماتش الاسيه دي جامعه بتكلم على اللعيبه زي الحل ناخد مين؟ ار ماي تيم ار حسب الجمله بتاعتي باخد اس وار. لو كنت بتكلم على الفرقه نفسها نفس الكلام على الفاميلي الاسره مثلا الفاميلي اسره واحده عندي صح مش غيرها. لكن لو قلت الاسره بتاعتنا بابا وماما واخواتي بقى ياخدوا يقعدون ار اللي بتكلم على الاسره كلها ابويا وامي واخواتي بقى جنب يبقى ناخد مين هنا يا شباب؟ ار. ما ننساش ان انا اهلاوي واللي يزعل يزعل معلش سامحوني انا اسف بس اللي بعديها مين بقى اللي بعديها؟ هناخد ايه الفرق بين صم ومين تاني؟ واني وايه الفرق ما بين مين؟ ها ميني وماتش والوت اوف والكلمات دي واحده واحده كده بالراحه. اول حاجه صم ايه؟ صم معناها مين؟ بعض. وايه معناها مين؟ اي. طب ايه الفرق بينهم يا مستر؟ بيقول لي صم بتيجي مع الجمع والكميه. طب وايه يا مستر؟ ايه تيجي مع الجمع والكميه ولا الله؟ طب ما كده زي بعض جمع وكميه جمع وكميه اه بس صم في الجمله المثبته. اني في السؤال والجمله المنفيه. يعني ايه يا مستر في الجمله المثبته؟ يعني لما اقول زير ار او زير از دي مصر بناخد صم على طول هناك بعض الولاد ما تجيش مع المفرد تيجي مع الجمع او الكميه زير ار صم بويز جمع زير صم ووتر ادي بويز جمع ووتر كميه مثبت ولا منفي؟ مثبت. طب لو كانت الجمله منفيه زي كده او سؤال زي كده بيقول لي ناخد على طول اني شايف اني جت في الجمله المنفيه والسؤال زير ارنت ما فيش اني بويز ما فيش اي ولاد زير ازنت اني ووتر ما فيش اي ميه خالص تمام. إذن هل يوجد any water؟ هل there any water؟ هل يوجد أي مية؟ Are there any boys؟ هل يوجد أي ولاد؟ خلي بالك كده بتكلم على إيه بقى؟ على المفرد والجمع. خلي بالك كده لو في جمع هناخد مين؟ any. طب ولو في صم مع الجمع الله. طب لو في كمية صم طب وإني برضه مع الكمية. طب إيه الفرق يا مستر؟ الفرق كله حاجتين إن صم في الجملة المثبتة وإني فين في السؤال والجملة مين؟ المنفية. دي الفرق بين صم ومين وإني. طب إيه الفرق بين ميني وماتش وألات أوف؟ ميني معناها كثير وماتش معناها كثير ثم الوت اوف معناها كثير كله زي بعض الله اكبر. الفرق ان ميني وماتش بيجوا مع سؤال والنفي وميني مع عدد وماتش مع كميه. فاكرين هاو ميني كان العدد مع الحاجه اللي عدها وهو ماتش كان الكميه الحاجات اللي ما اقدرش ايه اعدها. يبقى ميني مع العدد ماتش مع الكميه. طب ايه الفرق بينهم؟ اول حاجه هم الاثنين زي بعض دي عدد وكميه هم بيجوا في السؤال والجمله المنفيه. الوت اوف تيجي مع العدد والكميه هم الاثنين الوت اوف الكثير من بس الوت اوف تيجي في الجمله المثبته. بص الجمله دي كده هاو ميني ليه خدت هاو ميني عشان بويز ولاد هاو ماتش خدت ليه ماتش عشان ووتر الميه هنا الولاد بتعد والميه ايه لا تعد. طيب هنا زير ارنت ميني مفيش العديد من الولاد شايفين كده هنا زير ازنت ماتش ووتر مفيش ميه كتير. السؤال خدت ميني وماتش في الدف خدت ميني وماتش. طب في الجمله المثبته زير از وزير ار شايف زير از وزير ار خدت الوت اوف يبقى الوت اوف في المثبته ميني ماتش فين في المنفيه والسؤال تاني الوت اوف في المثبته ميني وماتش في المنفيه والسؤال. الفرق بين ميني وماتش ميني مع العدد ماتش مع الكميه ميني مع العدد وماتش مع مين وهم كلهم معناهم ايه كثير ولا قليل؟ كثير تمام. اخر حاجه هناخدها هنا كلمه افيو الف يعني افيو قليل العدد هناك افيو بويز افيو جيرلز افيو تشيرز عدد. طب وقالت الكميه قالت الووتر قالت التي قالت الجوس قليل العدد مش كتير خلي بالك نوت ماتش مش كتير تساويها قالت نوت ميني مش كتير تساويها مين افيو دي مش كتير يبقى قليل مش كتير يبقى قليل تمام. المشكله بقى في اخر عمود ده اللي انت هتسربه خالص في كلمات ليها معنيين والمعنيين دول عكس بعض خالص زي ايه مثلا ليه معنيين؟
كلمة cold. cold هي معناها يا إما برد يا إما نزلة برد. طب الفرق؟ الفرق جامد طبعا. البرد ما اقدرش اعده، اقدر اعد البرد انا، لكن نزلة البرد اقدر اعدها. اقول لك انا جات لي ثلاث نزلات برد الشهر اللي فات، يبقى عدتها 3 colds، ثلاثة colds. لكن cold البرد يقول لك الجو النهارده زي وزر السو كولد، تمام كده؟ طيب ايه تاني؟ اورنج. الاورنج هي معنى ايه؟ كلمة معنى ايه؟ اللون البرتقالي ما اقدرش اعده، اقدر اعد اللون البرتقالي؟ لا، لكن لو اورنج برتقاله بعدها برتقاله 2 3. طب كلمه تايم الوقت لا يعد، ازاي ما عدتش الوقت؟ انا بعدت الدقيقه والثانيه والساعه، لكن تايم نفسها ما اقدرش اعدها. ساعات تايم تيجي معنى كلمه مره، رحت النادي 3 تايمز 4 تايمز كده عديت صح؟ تايمز تايمز يعني او مره 2 3 4 5 مرات. كلمه بيبر دي غريبه جدا جدا جدا، خلي بالنا منها. البيبر الورق في العربي مين عنده؟ بنقول ورقه 2 3 في الانجليزي لا، البيبر لا يعد، يعني ما اقدرش اقول بيبرز ولا ما اقولش ذير ار بيبرز. ليه؟ الورق ما بيتعدش. فده ما بنعده في العربي، ما لناش دعوه بالعربي، انا في الانجليزي ما بعدش الورق. يعني لو قلت بيبرز مش معناها ورق، معناها ايه؟ جرايد. ان الجورنال معناها بيبر برضه، بعده بيه جورنال 2 3 4 5 6. اذا الورق لا يعد، تمام كده؟ طيب كلمه ايرون الحديد او المكوى. الحديد ما بعدتهوش، لكن المكوى بعدتها. نفس الكلام كوفي او كافي بالقهوه. القهوه نفسها ما اقدرش اعدها، لكن لو قلت فنجان قهوه 3 كافيز 4 كافيز كده عدتهم. كلمه جلاس معناها كوبايه او الازاز. الازاز ما بعدتهوش صح؟ اقدر اعد الازاز؟ لا، لكن ممكن اعد مين؟ ها؟ الكوبايه. بقول ايه مثلا؟ جلاس كوبايه واحده. طب انا لما باخدهم ليه دول؟ عشان هيجي لي في الاختيارات. لو الحاجات اللي ما اقدرش اعدها لا يعد كله لا يعد، بياخد بقى الحاجات اللي ما اقدرش اعدها من دول. شايف كده؟ مين ما يجيش مع العدد؟ مين بيجي مع الكميه؟ سم واني. ممكن مين؟ ماتش. الحاجات اللي ما بتعدش ممكن نقول سم ووتر صح؟ ممكن نقول اني ووتر صح؟ ممكن نقول ماتش ووتر صح؟ ممكن نقول اليتل ووتر. كميه وادي كميه وادي كميه وادي كميه. طب الحاجات اللي اقدر اعدها بقى، لو انا بعد زي مثلا البرتقال بعده، ايه تاني؟ المره بعدها، الجورنال بعدها، اللي بعده مني مع العدد، برضه صم تيجي مع العدد، واني مع العدد، وميني مع العدد، وكلمه افيو تيجي مع مين؟ مع العدد. اخلي بالي من الحاجات دي. طب لو انا يا مستر عايز اعد الميه، اعدها ازاي؟ دي اسمها بقى ادوات مين؟ التجزئه. ممكن اقول بقى بوتل اوف ووتر، بوتل اوف ازازه ميه. ممكن اقول اجلاس اوف ووتر، كوبايه ميه. ممكن اقول الكافي عدها، اقول اكاب اوف كافي، فنجان قهوه. طب المربى جار اوف جام، برطمان مربى. دي اسمها بجزئها، بحطها فين؟ ممكن اقول ابيس اوف ميوزك، قطعه موسيقى. ابيس اوف ادفايس، قطعه ايه؟ نصيحه واحده. ابيس اوف فرنيتشر، قطعه اساس، قطعه لو دولاب او كده، اسمها ابيس اوف. دي تعد. الورق عنده زي ما قلت اشيت اوف بيبر، اشيت فرخ ورق، اشيت فرخ واحد اللي هي ورقه واحده، نقول اشيت اوف بيبر. ابوكس اوف ماتشز، علبه كبريت. انا بعدها علبه دي كده عدتها. الحاجات دي بعدها لما انا اجزئها، اجزئها حتى اللبن ما اقدرش اعد، بس اقول ايه بقى؟ بوتل اوف ميلك، ازازه لبن. اجلاس اوف ميلك، كوبايه لبن. الحاجات اللي ما اقدرش اعدها اجزئها كده انا عديتها. اللحمه ما اقدرش اعدها، بس ممكن نقول اكيلو اوف ميت، كيلو من اللحمه. اكيلو اوف رايس، كيلو من الرز. تمام؟ ممكن نقول اباك كيس من رز، اباك اوف رايس، اباك اوف مكرونه، وهكذا. الحاجات دي ممكن اجزئها اعدها، بقول اباك اوف، بوتل اوف، اكذا اوف. وده الدرس بتاع الكميات. اخلي بالي قوي 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 من صمو اني وميني وماتش وقلت وفي وريتن والحاجات دي اسمها مفرد ولا جمع. كده احنا خلصنا يونت 4 وخلصنا المنهج بتاعكم السنه دي، اللي هو بقى خدنا 6 يونت كده. اول يونت بتشرح فين؟ في الماضي البسيط والماضي المستمر. تاني يونت بتشرح في المضارع البسيط. تالت يونت عندنا بتشرح في المضارع مين؟ التام. رابع يونت بتشرح في الآ والآن والذات. خامس يونت بتشرح في قاعده اف، قاعده ويل للمستقبل وانواع المستقبل. رقم يونت 6 بتشرح في الافعال بتاخد توزع ليه؟ المصدر ولا نجيب. اتمنى اكون شرحت لكم المنهج وفهمتوه كويس سنه اولى. استنونا ان شاء الله كده في التمارين، ان شاء الله هنبدا احلال التمارين وهنعمل مراجعه ان شاء الله بعد اسبوع ان شاء الله من دلوقتي او بعد ما انزل الفيديو ده بثلاث ايام اربع ايام. هكون جهزت لكم شويه تمارين حلوه قوي كده، نستعد بقى عشان نحل مع بعض امتحانات. وهنستنى برضه وهنحل ان شاء الله في الترم الثاني، هنبدا على طول بيها بعد الامتحانات وهنبدا بالترم الثاني. اذا كان عجبكم الفيديو بتاعنا شاركونا واعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس بتاعنا. السلام عليكم، مع تحياتي مستر محمود فهمي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.